ما كان هناك نشاط وفعالية في المدينة إلا أعتقد يجب أن نكون جميعا سعداء، لأنه المدينة تحتاج إلى مثل هذه الأنشطة، بالإضافة إلى الأنشطة التقليدية المتعارف عليها من عمل تقوم به الجمعيات والتعاونيات، من ربيع المرأة، ليلة رمضان، مهرجان تحدي الإعاقة، مهرجان الطفل. أعتقد نحتاج إلى أنشطة وطنية وأنشطة دولية مثل هذا المعرض. لذلك أنا كنعتقد هذا المعرض غادي يلعب جوج ديال الأدوار الأساسية. أولا غادي يعرفوا الناس بأن إكريم قنيطرة فيه أكثر من 60 كمية أحياء سعودية من إنتاج الفواكه الحمراء. حلما يعرفوا الناس الفواكه الحمراء ماشي هو الفريز هو داك الشيء اللي نقولوا فرومبواز وما جاورة 70%، فكيتكامل مع إكريم ديال العرائش. ولذلك هاد أنه مرة يكون في عرائش، مرة يكون في قنيطرة، مرة يكون في مريض وسهام، هذه فكرة أنا أعتقد أنها جيدة في إطار التكامل بين الإقليمين. ايضا نعطي بعض المؤشرات اللي خص يعرفوا الاخوان والاخوات ان هذه المنطقه ما بيننا وبين العريش، انه هذه المنطقه اللي كتحتوي على 30% من المؤهلات الفلاحيه ديال البلاد ديالنا، فيها 35% من الماء زائد للكيزر، بمعنى عندها وفره مائيه، ان العقار متوفر بعشرات الالاف على مستوى مدينه قنيطرة، التربه ديالها فيها انواع متعدده من التربه، بمعنى قابله ان تكون فيها فلاحات متعدده. اليوم كتلاحظوا ان لافوكا على سبيل المثال اصبح ينتشر بشكل كبير، بعدما كان يظن في السابق انه مثل هذه الفواكه لا يمكن ان تكون في اقليم القنيطرة، بالاضافه على ان القنيطرة والاقليم جاوا فيما يسمى بالكارفور في ملتقى شبكه النقل وشبكه اللوجستيكيه. عندنا طرق سياره، طرق مزدوجه، عندنا سكك حديديه، عندنا قريب من المطارات، سواء الضرب إذا ساعة وربع أو ساعة ونصف، أو الرباط اللي الآن غيتوسع. الرباط راه عطى جلالة الملك انطلاقة باش يتوسع 20 دقيقة للقنيطرة، غادي يتوسع باش تضاف ليه خطوط أخرى، يعني باش يكون مكمل لمطار ديال 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 الدار البيضاء. بين القنيطرة والرباط نصف ساعة، يعني مع الطريق المزدوجة والسكك الحديدية ثلاثة ديال الخطوط من الدار البيضاء، بمعنى عندنا قطار كل ربع ساعة. انه ما بيننا وبين الدار البيضاء ساعه ونص، بيننا وبين فاس مكنا ساعه ونص، بيننا وبين طنجه ساعه ونص. وملي الدراسات اللي تقام بها حول الموقع الاستراتيجي لقنيطرة جعلتها انها عاصمه ديال حوالي 10 مليون ديال المغاربه، بمعنى حوالي ثلث سكان المغاربه قريبه من قنيطرة، اما اقل من نصف ساعه او ساعه او ساعه ونص، الى خدينا كما قلنا هذا المسح دائري ما بين طنجه وفاس الى الدار البيضاء. واللي الان ايضا قنيطرة تحولت الى ثالث وجهه صناعيه، بعد ما كانت رتبه 13، لانه كتلاحظوا في السبعينات كانت هي رتبه 3 ثم تراجعت، اليوم اصبحت الرتبه 6، ردت الرتبه ديالها 3، وانا املي ان شاء الله اننا نجاوزوا هذه الرتبه بعد الدار البيضاء وطنجه والقنيطره. المنطقه الصناعيه الحره بدينا ب 42 هكتار، وزاره الصناعه في البدايه لما انطلق المشروع اذا تذكرتوا، اليوم كنتكلموا على 900 هكتار وممكن نجاوزوا الى 1200 هكتار. داخل القنيطره هناك الان منطقه صناعيه جديده حوالي 200 هكتار، وبالتالي انا كنعتقد بان هذا المعرض بالاضافه الى براز المؤهلات الفلاحيه وخاصه الفواكه الحمراء، من خلالكم انتم كوسائل الاعلام، من خلال كل الزائرين، غادي يبان لهم التحول الذي يقع في مدينه قنيطره التي اصبحت قبله للطبقه المتوسطه لا كلاس مويان، وهذا فرض علينا تحدي باش نوفروا الخدمات بالنسبه للطبقه المتوسطه من تعليم وصحه وترفيه الى غير ذلك. وهذا الشيء انا كنخبركم من الان انه في المخطط الجديد لتصميم التهيئه اننا وفرنا اكثر من 200 هكتار لكل ما يتعلق بالرياضه والخدمات في مدينه قنيطره في 5 ديال المواقع ان شاء الله.